السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنسجل رواية الهول للدكتور أحمد خالد توفيق. حابة أقول لكل متابعيني إن أنا سجلتها مرة وهي للأسف حذفتها غصب عني، فاضطريت أسجلها تاني لأن الرواية فعلا تستحق الاستماع، تستحق كل المجهود. أحب أعرفكم برضو إن الرواية كذا فصل، وكل فصل بيتكلم عن حكاية مختلفة. الفصل الأول بعنوان زوزانكا. راح القس يهدئ الواقفين. كلمات كهذه لا تقال لأم تقف أمام جثة ابنتها. إن الناس يتصرفون بقسوة عندما يتعلق الأمر بمصاص الدماء. هل قال مصاص دماء؟ نعم، فهو في قرارة نفسه كان يدرك أن هذه هي الحقيقة على الأرجح. على كل حال، هو لا يرى مانعا من ملء فمها بالثوم ووضع قطعتي العملة على عينيها. سيتم هذا سرا ولن تراه الأم، لأنه سيتم قبل نزول التابوت. بداية الرواية. يقع البيت في شارع جايز كالنس. يمكنك أن ترى نهر جوجا على بعد أمتار. ليس شارعا بالضبط، بل هو طريق مرصوف بالحجارة الصغيرة على غرار شوارع كثيرة في لاتفيا. المكان والوجوه والجو العام يذكرك بالحرب العالمية الثانية، حتى تتوقع أن ترى دبابات البنزر الألمانية تبرز لك عند خط الأفق. الوجوه كالحة والابتسامة نادرة. هناك جو عام من الخشونة وافتقار لروح الدعابة، لكن لا ننكر أن النساء فاتنات. يخيل إلي أحيانا أن الصورة المثلى للنساء خلقت هنا، ثم ارتحل بعضهن للشرق فاصفر لونهن، وارتحل بعضهن إلى إفريقيا حيث أحرقت الشمس بشرتهن فاسودت، بعضهن رحل إلى أوروبا فازددن شحوبا. المهم أن الأنثى الحقيقية الجديرة بالمعاجم تعيش هنا. عند مدخل الدار يمكنك ساعة الغروب أن ترى العجوز هيلموتس بوليدوس يجلس على كرسي لزاز وهو يتسلى بالسكين التي يحفر بها قطعة الخشب. يمكنك أن تدرك من شحوب وجهه أنه لا يخرج كثيرا. الحاجبان الكسان والعينان الغائرتان. هيلموتس ليس ودودا على الإطلاق. ليس له أصدقاء ولا يرحب بالزوار، لكنهم يصنعون نبيذا جيدا في قبو داره. يبدو أن هذا هو دخله الوحيد. سوف ترى من بعيد زوجته فانيا وهي تحمل طبقا مليئا بالحبوب وتتجه إلى الفناء الخلفي لتطعم الدجاج. عجوز تضع على رأسها شربا مسقرشا. يمكنك أن تعرف هذا الوجه على الفور لأنك تراه في الصور. هناك شاب خشن طويل اللحية اسمه أليكسس ابن هيلموتس الأكبر. إنه يقف مستندا إلى الجدار ويدخن لفافة تبغ خبيثة الرائحة. لابد أن لا تفيه لا تنتج تبغا جيدا. الفتى النحيل الذي يحمل طعاما للخنازير في الفناء الخلفي هو جادس ابنه الأوسط، شاب وسيم كما ترى ويروق للفتيات كثيرا. هناك فتى مراهق يمشي في الشارع قاصدا شراء خبز، إنه الابن الأصغر أرتور. أما الفتاة رائعة الجمال التي تظهر من حين لآخر فهي ناتاليا ابنة الرجل. إن الأسرة متماسكة جدا. الشباب لهم بعض الأصدقاء لكنهم أميل إلى الانطواء عامة. هذه الأسرة تزرع وتربي معظم طعامها، وعند المساء ربما يذهب اثنان من الأخوة في جولات غامضة، ربما قرب النهر وربما في البنايات الخاربة الواقعة على بعد. لا أحد يعرف من أين يأتي دخل أسرة هيلموتس بوليدوس العجوز، لكنهم كانوا هنا دوما وسوف يبقون. بالحقيقة لا يحب معظم القرويين هذه الأسرة. السبب هو التطير طبعا. التطير معناه تقريبا الفيل فلسه وكذا. لكن القصة قال لهم أنه لا ذنب لهؤلاء الأبرياء. عندما مات أخو بوليدوس العجوز عم الأولاد بعد أيام حدث فيضان، واضطر الناس لفتح المقابر لإخراج التوابيت. ما حدث هو أنهم وجدوا جثة العم وقد فتح ساقها. هناك قدم تستقر في ركن التابوت. هم يعرفون يقينا أنهم لم يدفنوها بهذا الشكل.
القرويون تذكروا خرافاتهم وتذكروا أن العم كان السابع في سلسلة إخوته الذكور، وهكذا ازدادوا قلقا فلم يطمئنوا إلا عندما وضعوا قطعتين من الفضة على عيني الميت وحشوا فمه بالثوم. المشكلة في هذه البلدان أن الصراع بين الكاثوليكية والأرثوذكسية كان عنيفا، وهنا برزت مشكلة الجثث التي لا تتعفن تحت الثلج. أتباع أحد المذاهب زعم أن الجثث لم تتعفن لأن أصحابها قديسيون، المذهب الآخر زعم أنهم لم يتعفنوا لأنهم مصاصو دماء. لكننا لسنا في زمن حرق الساحرات، لهذا لم يحدث شيء للأسرة، لم يصل الخبال بأحد أن يفترض أنهم مصاصو دماء، لكن كان هناك جو من عدم الاستلطاف. لنفس السبب لم يتقدم أي شاب للحسناء ناتاليا، لا أحد يريد أن يتورط بدخول هذه الأسرة، لكن بالطبع حاول الكثير من الشبان أن يعبثوا، لكنهم تلقوا علقة ساخنة من أخيها الخشن أليكسيس، إنه يمسك بالشاب فيجندله ويحلق أدابه وحاجبيه. يمكنك عند الصباح أن تدرك أن هذا الشاب تحرش بناتاليا. هكذا تمضي الحياة بلا تغيرات إلى أن ظهرت زوزانكا. زوزانكا اسم محبب في لاتفيا، كما لابد أنك تعرف، وهو تنويع على اسم سوزانا. كان الجميع يعجبون بزوزانكا. هي فتاة رقيقة لعب قليلا وشديدة الذكاء، إن أمها فخور بها، لكنها قلق عليها من دنجوانات البلدة، ولكن زوزانكا يقودها خطاها غرور الصبا، وتعتقد أنها قادرة على أي خطر وأي شخص. الكل يحب زوزانكا ويتودد إليها، خصوصا عندما تمشي في سوق السمك متبخترة وتسمع موسيقى تنبعث من مذياع ما، فتأتي بحركات راقصة خفيفة رشيقة، عندها يجن الشباب. زوزانكا صاحبة العينين العميقتين، زوزانكا ذات القدمين الدقيقتين، غرور الصبا والثقة بالنفس يقودانها. لهذا في تلك الليلة السوداء عادت من عند صديقتها ليلى في ساعة متأخرة، ولأنها مغرورة فضلت أن تمشي عبر الغابة والتي تقع خلف البنايات، هي منطقة لا يجرؤ شاب على المضي فيها ليلا. لا تعرف متى ولا كيف شعرت بأن هناك من يقفو أثرها، جدت في المشي ثم أدركت أن شابين يتتبعانها في إصرار. التفتت للخلف فرأت الشابان أندري ومخلص، هما معجبان بها جدا، وقد أدركت أن وجودهما هنا في الظلام ليس بريئا. أطلقت بعض السباب والسباب صار صراخا ثم استغاثة صريحة، وقد أدركت ما ينويان، خرت قواها، لقد تصرفت بحماقة فعلا، إنهما سميلان تماما. المشكلة في هذا الظلام أنك لا ترى شيئا تقريبا، وهم بعيدون عن أسماع الناس. لا تعرف متى ولا كيف وجدت الشاب الأول يطير في الهواء، ارتطم ببعض الأشجار ثم سقط، ثم رأت الشاب الثاني يرتفع من عنقه ليسنده حامله إلى جذع شجرة، وكان الشاب مذعورا توشك عيناه على مغادرة المحشرين. سمعت من يقول في الظلام انزلي انزلني يا جاتس أنا أختنق، ثم سمعت صوت جاتس الشاب ابن هيلموس الأوسط يقول بوسعي أن أفتك بك يا وغد ولن أدفع لأهلك دية، ثم تركه يسقط أرضا ووجه له لكمة أخيرة. لم تصدق ما حدث ولا المعجزة التي أنقذتها، بالنسبة إليها كادت ترى لجاتس جناحي ملاك، ولا تعرف كيف تركت يدها الصغيرة تنام كعصفور صغير في كفه وهو يقودها خارج تلك الغابة إلى حيث بيتها. كانت هذه هي البذرة الأولى التي زرعت الحب في قلب زوزانكا. لم تستطع قط أن تنسى هذه الليلة وكيف حطك النسر على الفأرين اللذين تحرشا بها. لم تسأل نفسها قط عن سبب تواجده في الغابة في تلك الليلة، لم تسأل نفسها عن الكيفية التي رأى بها في الظلام الدامس ولا كيف سمع صرختها، لم تسأل نفسها عن القوى الكاسحة التي قهر بها شابين ضخمين، وهو يعني افتكروا كده كان في الوصف بتاعه انه شاب نحيل. كان على زوزانكا أن تتعلم الكثير. شجرة الصفصاف شهدت على قصة الحب الوليدة، نقش من القلب لا بد حفر بسكين، ولا بد أنه وجد من قبل الكون. جاتس والعزف على الهارمونيكا، الليل الزاحف على الغابة، لا
لكنها تعرف أنها معه. يكتب الحب كلماته الأولى على العشب. جاتس يطمئن على بذرة الحب الأولى، يسقيها بكلمات ليست كأي كلمات. هل أنت ساحر؟ من أين تأتي بعبارات كهذه؟ عبارات تشعرها بأنها ملكة وملاك في آن واحد. ثم هاتان العينان، واه على هاتين العينين. مش عارفة هو بيلعن ليه، أنا طبعا قلت واه أحسن يعني. إنهما قادرتان على غزو قارات كاملة، قادرتان على غزو الصين، قادرتان على ترويض الذئاب في التايجا، فكيف لا تقدران على قلب امرأة قط؟ زوزانكا صاحبة العينين العميقتين، زوزانكا ذات القدمين الدقيقتين. زوزانكا خلاص قد وقعت في حب جاتس ابن هيلموتس. وجاء اليوم الذي رأت فيه زوزانكا الفتى وقبعته في يده يقف على بابها ويبتسم لأمها في خجل، يقول أنه لا يقدر على العيش من غير زوزانكا، إنه يريد الزواج معه. كانت أمه فانيا ترتدي ما خيل إليها أنه ثياب أنيقة. النتيجة أنها بدت كساحرة شريرة في قصة أطفال. كانت زوزانكا تعرف رأي أمها مقدما وتعرف أنها لن توافق. لا أحد يرتاح لآل بوليدوس في ضاحية لا تجاليا كلها، لكن ما حدث كان شبيها بالمعجزات، كأنها عصا الساحر. كانت جلسة طويلة في دارها وتناولوا الكعك والنبيذ، وفي النهاية أدركت بمعجزة أن أمها موافقة على الزواج. صحيح أنها لا تقدر على الاستغناء عن زوزانكا، لكن هذه سنة الحياة. والعريس لا يطلب لوطة، لا يريد سوى زوزانكا. سوف تقيم الفتاة في بيت الأسرة. كانت زوزانكا تتوقع أن يسبب هذا مشاكل مع خالها وعمها اللذين جاء ليحضر المفاوضات، لكن لم يبدو أن هذا يسبب لهما مشكلة. كأن الغيوم انقشعت وجاء الأمر العلوي، زوزانكا لجاتس فليوافق الجميع. النشوة في عين جاتس، الرضا في عين أمه. تقول فانيا وهي تلتهم بعض الكعك، لم أفكر قط في تزويجه، لكن الفتى صار مجنونا، لا يريد سوى الزواج من زوزانكا. لا تدري إلا وقد أقيم حفل زفاف بسيط في المرج الخلفي للكنيسة، وقد حضر عدد محدود من القوم لأن أحدا لا يحب هذه الأسرة. من جاء جاء ليأكل. على منضدة جلس هيلموتس بولدس يقطع فخذا من اللحم بالسكين وهو مقطب كعادته. هذا الرجل لا يضحك أبدا كما تعرف. لم يهنئ العروس ولم يقل لها شيئا، فقط عندما لم يكن هناك من ينظر إليها دنا منها القس وقال همسا، أتمنى لك زيجة سعيدة، لكن أرجو أن تكوني حذرة. لم تفهم ما المقصود بالحذر، فقال لا تتدخلي في شيء، لا تتدخلي فيما لا يعنيك. الزوجة الفضولية مكروهة في كل الأوساط الاجتماعية، وأنت ستقيمين معهم في دارهم. الحقيقة أن لنا جميعا أسئلتنا حول هذه الأسرة. لا نعرف من أين يكسبون ولا لماذا يعتزلون المجتمعات. قصة هذا العم الذي تحركت قدمه إلى ركن التابوت بالطبع لن أثير ذعرك، لكنهم كذلك لا يذهبون للكنيسة. إن غير المتدينين في كل مكان، لكن لا أثق بهم كما تعلمين. هي سمعت كل كلمة لكنها لم تصغي. أنت تعرف الفارق بين الإصغاء والسماع كما كنا نتعلم في المدرسة. وهكذا دخلت زوزانكا بيت آل بوليدوس. الأشخاص الذين يختفون هم من ضواحي بعيدة جدا، لم يكن أحد يعرف عنهم الكثير، وبدا الكلام عنهم غامضا متحزلقا. عندما تختفي فتاة شابة حسناء فأنت تفكر أولا في أنها قد هربت، هربت مع حبيب. عندما يختفي سكير مسن فأنت تفكر في النهر، هناك من يسقطون في النهر ولا يظهرون أبدا. لم تهتم زوزانكا كثيرا بهذه القصص، كانت غارقة في الحب وفي السعادة مع هذا الفتى الوسيم الظريف الذي صار لها. كان رقيقا وكان ودودا، لكنها ظلت تشعر بأنها لم تخترق عالمه بعد. هناك منطقة محرمة لم تستطع أن تجتازها، وظلت تتساءل عما يوجد خلف هذه المنطقة. كانت لهما غرفة صغيرة في ركن الدار تطل على الفناء الخلفي حيث يمرح الدجاج والخنازير، وقد حرصت على أن تزين النافذة بالأزهار وتضع ورقا ملونا مزقرجا قامت بقصه، المحاولة غير مكلفة لجعل الحياة أجمل.
كانت تخرج لتقف في الفناء الخلفي تداعب الدجاج أو تعابس قطة يتصادف أنها هناك، بينما يطل جاتس من النافذة الصغيرة عليها وقد أرى حزقنه على ساعديه القويين. بعد لحظات تلحق بها ناتاليا وهي تحمل المزيد من طعام الدجاج. ناتاليا جميلة جدا لكنها منغلقة، هل تحمل شيئا من الحسد لأنه لا يوجد درسان يطلبون يدها؟ لديها ناد من المعجبين لكن لا يوجد خطاب، حموها ليس ودودا ولا تراه تقريبا إلا وقت الغداء. نفس الكلام ينطبق على أليكسس الأخ الأكبر، إنه قريب جدا من أبيه ولهما نفس الطباع الذئبية المتفردة. كانت تعرف يقينا أن آرثر وأليكسس يخرجان ليلا. كانت تقف في الفناء ذات مرة والظلام دامس، فاستطاعت أن ترى الأخوين ينسلان خارج البيت، ثم أدركت أن هذا يتكرر كل ليلة. إلى أين؟ لو كان يلهوان ويعبثان لعرفت، ثم إن المرء لا يعربد بصحبة أخيه. على قدر علمي أنا لم يفعل أحد هذا سوى ياسين وكمال بطلي ثلاثية نجيب محفوظ، لم ترى أحدا يصلي في البيت. لكن هناك غرفة صغيرة بها ما يشبه المحراب وفيها صليب، أغرب صليب رأته في حياتي لأنه أقرب إلى حرف تي المقلوب. لا تذكر كذلك أنها رأت من يصلي في المحراب. كانت تعرف كذلك أن هناك قبوا، هناك باب خشبي مغلق على الدوام وعليه قفل غليظ، لكنها تعرف أن حماها يهبط في هذا القبو كثيرا. خطر لها أن الأسرة تصنع النبيذ، فلا بد أن الأب العجوز يقطر الخمور هناك. لا بد أن المشهد عبارة عن براميل عملاقة على الجانبين، لا بد من فئران كثيرة. هناك ملاحظة أخرى غريبة، هذه الأسرة لا تستعمل الثوم أبدا. هناك وصفات لاتفية، يعني هم عشان من لاتفيا يعني، كثيرة تعتمد على الثوم بشدة لكنهم لا يستعملونه أبدا، ويقال أنهم مصابون بحساسية بالغة النحو. الحقيقة كانت حياتها على ما يرام، لا علاقة لها سوى بزوجها الحبيب ولا أحد يضايقها، وجس أساسا كمان ما كانش هو اللي بيطلع بالليل. ما كان أغناها عن محاولتي التسلل للقبو، لكنك تعرف متلازمة الضحية الغبية التي تميز أفلام الرعب، كان لابد أن تفعل ذلك بعد حادث الفجر. وما رأته عندما عاد آرثر وأليكسس، ظل سكان لاتفيا يمثلون حالة وحدهم بالنسبة إلى أوروبا كلها. كانت أوروبا كلها تنبذ الوثنية وتعتنق المسيحية، راحت حصون الوثنية تنهار أمام زحف الصليب، وكانت المسيحية تضم لها معظم الأعياد الوثنية القديمة لتجعلها ذات طابع مسيحي. تذكر أن الهالوين كان ليلة لجميع الشياطين فصار ليلة لجميع القديسين، وبان إله المراعي الذي يشبه التيس حولته المسيحية إلى شيطان كما نتخيله ونراه في الرسوم. لكن المبشرين الذين وصلوا عبر النهر إلى لاتفيا كانت أمامهم مهمة شاقة جدا، لم يكن أهل لاتفيا مستعدين لقبول المسيحية بسهولة. احتاج الأمر إلى جيش من الصليبيين الألمان ليرغموا اللاتفيين على اعتناق المسيحية. ترى هل اعتنقها الجميع حقا؟ هناك في حانة البلدة القريبة تتمدد عليها جسد، يقف حشد من الأهالي مطرقين وقد نزعوا قبعاتهم، وكانت هناك أكثر من امرأة عجوز تضرب صدرها بقبضتيها. لقد كان المصاب فاتحا، هناك على المنضدة تمددت الجثة، جثة الشاب أنجونا بروكا، تبدو مثل حورية ماء ماتت وقذفها المد على الشط، صورة للجمال النائم. يصعب أن تصدق أنها ميتة، والأسوأ أن ترى كيف تمزق عنقها بشراسة. هذه المرة لم تختف الفتاة تاركة وراءها عشرات الأسئلة مع إشاعات عن فرارها مع شاب وسيم. هذه المرة لم تختفي. هذه المرة وجدها صبية يلعبون تحت الجسر قرب النهر. لو لم يجدوها لقالوا أنه اختفاء غامض آخر. قال الكمسيير وهو يصفق بيديه، هلم، لا أحد يقف هناك سوى أقاربها، هذا ليس سيركا. لكن أحدا لم يبتعد، ودنا منه فيكتورس أليكسنس
ووضع يده الغليظة القوية على كتفي كأنه يداعب طفلا، وقال ويرسم على وجهي ضحكة صفراء: عزيزي الكمسير، ألم تفهم بعد؟ هذه الجثة تدل على أن مخاوفنا حقيقية، لسنا مجموعة من البلهاء المتطيرين. رسم القس علامة الصليب وقال: هناك تفسير منطقي يا فيكتورز. ليس الأمر كما تظن، هذه خزعبلات، قال فيكتورز. هناك مصاص دماء يا أبتي، من اختفوا قتلهم مصاص دماء، لقد أشرقت شمس الحقيقة فلم يرها الحمقى والعميان. عنق الفتاة ممزق بوضوح، ثم صاح بلهجة آمرة: عندما ندفن هذه الفتاة فعلينا أن نتيقن أنها لن تنهض ثانية لتفتك بأطفالنا. سنحشو فمها بالثوم ونضع عملتين فضيتين على عينيها. قال رجل مسن من الواقفين: كنا في زمني نقطع الرأس ونغرس وتدا في الصدر. هنا انقضت عليه امرأة مسنة ترتدي السواد، فوجهت له لكمة قوية في صدره، ثم صاحت كأنها نمر مفترس: فليدن أحدكم من ابنتي ولسوف أنتزع قلبه بأظافري. راح القس يهدئ الواقفين: كلمات كهذه لا تقال لأم تقف أمام جثة ابنتها. إن الناس يتصرفون بقسوة عندما يتعلق الأمر بمصاص الدماء. هل قال مصاص دماء؟ نعم، فهو في قرارة نفسه كان يدرك أن هذه هي الحقيقة. على الأرجح، على كل حال، هو لا يرى مانعا مما لإفهامها بالسوم ووضع قطعتي العملة المقدمة يعني اللي احنا قرناه. سيتم هذا سرا ولن تراه الأم، لأنه سيتم قبل نزول التابوت. المشكلة الأخرى هي أنه صار على يقين من وجود مصاص دماء، وهذا المسخ سوف يجلب الوباء للمنطقة. كانت لديه نسخة من كتاب مصاص الدماء أصله وفصله، الذي كتبه مونتاج سومرز عام 1928، وهو مترجم للغة يستطيع قراءتها. كان يؤمن أنه كلام فارغ، لكنه اليوم يريد أن يطالعه من جديد. كان جاتس نائما يغط، وكان الطقس خانقا. شعرت سوزانكا بأنها عاجزة عن النوم، نهضت واتجهت إلى خارج البيت، واستندت على الشرفة التي تطل على الشارع حيث يجلس هولمس بلدس وقت الغروب. الآن ترى أن الظلام دامس وهي لا ترى شيئا تقريبا. بدأ الفجر يقترب وتلون الأفق الشرقي بلون أزرق، كأنه حبر سكبه أحدهم في إناء ماء. بدأ اللون يتزايد، سمعت أكثر من ديك يصيح من بعيد، شعرت بقشعريرة، يجب أن تعود الآن. هنا رأت شبحين قادمين من بعيد، أدركت على الفور أنهما أرثر وأليكسس، يمشيان ببطء شديد. فما السبب؟ أمعنت النظر فأدركت أنهما يحملان شيئا ثقيلا. هرعت إلى داخل البيت وطورت أسفل السلم لتراقب، من هنا كانت ترى ولا ترى. سمعت أنفاس ولهاس من الرجلين وهما يحملان هذا الشيء. دققت النظر أكثر فرأت أنه شيء ضخم أقرب إلى جسد لا تستطيع التدقيق في الضوء الشاحب. تعال يا أليكسيس ساعدني. يتقدمان نحو باب القبو الخشبي، يفتحني ثم يدلفاني للداخل. بعد قليل رأتهما يغادران المكان. هل هذا دم على وجه أرثر؟ نعم هو كذلك، وهو ليس دمه كذلك. وهي عرفت منين؟ ويا ترى ده دم مين برضو؟ إنهما يرحلان، يقصدان غرفتهما في مؤخرة الدار. عندما عادت إلى زوجها النائم كان رأسها يعج بالأسئلة. هناك سر يحيط بهذه الأسرة، والمصيبة أنها صارت جزءا منها. هل يحق لها أن تعرف؟ قال لها القس يوم زواجها: لا تتدخلي في شيء، لا تتدخلي في ما لا يعنيك. المهم، لم تدري كم أن هذا الكلام دقيق إلا اليوم، وهكذا اتخذت قرارها. سوف تدخل القبو، يجب أن تعرف. لا تفعلي يا زوزانكا، أرجوك لا تتصرفي كالضحية الغبية في أفلام الرعب، الضحية التي تتوغل في الغابة وحدها ليلا، أو تفتح تابوت مصاص دماء بعد الغروب، أو تفتح الباب للمزؤوب الذي يدق الباب. لكن القبو يطاردها في كل وقت، يزور منامها، يملأ أحلامها. ذات مرة سألت جاتس عما يوجد هناك، فقال متظاهرا باللامبالاة: قبو، ما يوجد في قبو.
قبو، ماذا يوجد في قبو سوى رطوبة وعفن وفئران؟ ردت عليه: وبراميل خمر. نعم، براميل خمر، حتى الفئران غير موجودة. يبدو هذا غريبا. كانت تعتقد أن القبو يعجب الفئران، ثم فطنت أنه لا يوجد فئران في البيت. الفئران مخيفة، لكن عدم وجودها مخيف أكثر. جاتيس غير الموضوع وأغلقه بألف مفتاح. لم يعد الكلام واردا. جاءت الفرصة بسرعة غير متوقعة. لقد جاء صبي مزعور إلى البيت يخبر الأسرة أن ناتاليا قد سقطت قرب النهر وكسرت ساقها. دبت الفوضى واندفع أرثر وأليكسس وراء الصبي نحو بيت الطبيب. هرعت الأم مع زوجها الذي لا يغادر الدار أبدا. لم يكن جاتيس في الوقت هذا في البيت. الجميع انطلق ليطمئن على الفتاة. هكذا أدركت سوزانكا الحقيقة المروعة والرائعة. هي في البيت وحدها، يمكنها أن تتسلل إلى القبو. قلبها يخفق كطبل، لكن كيف تفتح الباب الخشبي؟ وبرضو لعن التاني، المهم هذا الباب الخشبي الصعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنسجل رواية الهول للدكتور أحمد خالد توفيق. تذكر زوزانكا أن هناك مجموعة من المفاتيح في المطبخ معلقة إلى مسمار هناك فوق المنقد. مفاتيح غليظة كئيبة صدئة تعيد إلى ذهنك كوابيس قديمة عن ذي اللحية الزرقاء والغولة. إلخ إلخ، يجب أن تتصرف بسرعة. هرعت إلى المطبخ وتناولت مجموعة المفاتيح تلك والتي ربطت بحبل ثقيلة غليظة. ترى أيها المفتاح المقصود؟ من المؤكد أن أليكسس معه نسخة أخرى. لا تعرف إن كانت هناك نسخة مع جاتيس زوجها. لقد فتشت غرفة النوم بعناية. تهرعوا إلى القبو وتولج المفتاح الأول في الثقب. كروك لا يفتح. تجرب الثاني، ثم تذكرت لعبة النحس القديمة. لابد أن آخر مفتاح هو الصحيح. انتقت آخر مفتاح وأولجته في القفل. بالطبع لم يفتح لسبب بسيط، هو أن آخر مفتاح صار هو الأول. وفي النهاية وبعد محاولات مرهقة انفتح الباب. باب خشبي عتيق مناسب جدا للرعب. كانت تحمل في يدها فانوسا صغيرا له ضوء خافت مقبض. هناك درجات تهبط لأسفل. في حذر تخطو، تسمع صرير الدرجات، دائرة ضوء تتحرك. السقف فيه وتويض، لا شك في هذا. المشهد البشع الذي يذكرك بفئران مجنحة معلقة من أعلى، هذا طبيعي. مكان كئيب كهذا لابد أن يحول وتويض. الفئران مخيفة، لكنها أقرب إلى عالم الأحياء. عندما يجري الفأر على قدم المرأة تصرخ وترفع ثوبها ثم تثب على أقرب مقعد. هذا شيء طبيعي، شيء دنيوي. أما الوطويض فهي تجعل الدم يتجمد في عروقك فلا تجرؤ على الصراخ ذاته. برغم هذا وصلت زوزانكا الباسلة المشي. كانت هناك براميل عدة على الجانبين. فعلا هذا مكان لتقطير الخمور وتعتيقها. هناك مأذون من البصل واللحم المقدد، وكالعادة لا يوجد ثوم. هذا الصوت، هل يكون نعاده؟ إن النهر قريب على كل حال، لكنك لا تستطيع أن تذهب هناك وتحمل فتاة كسرت ساقها ثم تعود بهذه السرعة. لا تستطيع تخيل ما قد يحدث لو عادوا ورأوها زوجة الأب في قدس الأقداس. القبو حيث لا يوجد أحد. إن الباب السري هناك على الأرض، باب صنع من خشب عتيق وله مقبض. وسط الخشب الذي كسيت به الأرض كانت رؤيته عسيرة، لكنها استطاعت ذلك. السبب أنها توقعت وجوده. السر لم ينتهي هنا. الأمور ليست بهذه البساطة والسطحية. لابد من باب سري، وقد وجدته. الأطفال هم الذين وجدوا الجثة كالعادة. دائما هناك كرة، ودائما ما تهرب الكرة إلى ركن يصعب الوصول إليه. حفرة، منخفض، خلف شجرة، مجرى، جدول. يركض أحد الصبية ليجلب الكرة فيجد جثة ممزقة بدأت تتحلل ونهشت منها الذئاب أو الكلاب أجزاء. لابد أن يصرخ، لابد أن يلحق به الآخرون. ثم يركض الجميع مزعورين إلى فيكتورز أليكسنس.
الذين يعرفون لسبب ما أنهم مهتمون بهذه الجثث. فيكتور أليكسنس أدرك الخطر. للمرة الثانية يجد الصبية جثة ممزقة. يمكن الآن القول بإطمئنان أن من اختفوا من البلدة من قبل لاقوا نفس المصير. وعندما ركع إلى جوار الجثة وتفحصها جيدا أدرك أن العنق ممزق ليس بفعل الذئاب، ولكن قبل هذا بكثير هذه جثة فتاة بائسة اسمها روتانيا ألدا. طلب مجيء القس والتف الرجال حول الجثة، وقد جعلهم الذعر والغضب كيانا وحشيا كاسحا لا عقل له، وحشا أسطوريا من الأساطير الإغريقية. مصاص دماء، هناك مصاص دماء. أشعل فيكتور أليكسنس لفافة تبغ خبيثة رائعة وتأمل الوجوه ثم قال: أنتم تعرفون من؟ القس تساءل في دهشة: فعلا من؟ أنت تعرف يا أبتي أننا نتكلم عن العجوز هيلموتس بوليدس وامرأته فانيا وأولاده. هذا لا يطاق، الوزب إلى استنتاجات غبية بهذا الشكل. لكن الواقفين تذكروا أشياء كثيرة. أسرة غريبة الأطوار، أسرة لا يعرف أحد مصدر دخلها، أسرة لا تذهب للكنيسة أبدا، ولم يرى أحد عائلتها في النهار. العم الذي كان سابع أخوته الذكور ساقه المفتوحة تستقر في ركن التابوت. الشابان أندري وميخلس كانا واقفين هنا وقد حكيا قصة ملفقة عن جادس ابن الأسرة الأوسط. لقد كان يتحرش بفتاة فدافع عنه، لكنه حطمهما بقوة جديرة بالشياطين. لقد صار الرجلان في الهواء كأن إبليس نفسه وجه لكل منهما ركلة. كان هذا كافيا كي يزداد جنون القوم. كان القس ينهزم منذ قليل، كان ينكر وجود مصاص دماء ثم قبل هذا. الآن ينكر أن مصاص الدماء من أهل بوليدس ثم سوف يعترف بهذا. لن يمر وقت طويل حتى يطالب الرجال بحرق بيت تلك الأسرة. كان الغضب في العيون والنفوس تتوهج مثل المشاعل بالضبط. عندما يتكلم هياج الجماهير يخرس العقل. المجد للانتقام والموت، قال فيكتور أليكسنس وهو يخاطب الواقفين. سوف نقتحم دارهم الليلة، سوف نتبين الحقيقة. لن نفعل أي شيء قبل أن نتبين الحقيقة. وارتفعت غمغمات الاستحسان. أما عن هابجا، استمر هبوطها في الدرج المصنوع من صخور متآكلة على ضوء المصباح. تدرك أنها تدخل مكانا لا قبل لها به، قلبها يخفق بلا توقف. ترى الآن ماذا سيحدث؟ ترى هي الآن نهاية الممر، شيئا يشبه الكهف. إنها بالفعل على حافتك. المشكلة هنا أن إضاءة غريبة غامضة تغمر المكان. من أين تأتي؟ هي بالتأكيد تحت الأرض، لا شك في هذا. دنت أكثر من الفتحة ونظرت. هناك قاعة فسيحة وهناك توابيت مترصة على الجانبين. إضاءة غامضة تأتي من موضع ما. إنها مقبرة، مقبرة منسية. على قدر ما تعرف هي ليست في مقبرة البلدة. المسافة التي قطعتها لا تسمح بأن تكون في مقبرة البلدة. ركلت حجرا بقدمها فلاحظت أنه طار لمسافة غير عادية، ثم غير اتجاهه في الهواء وعاد إلى جانب. مدت يدها تلتقط وقذفته إلى الأرض ثانية. هنا وجدته يحلق نحو السقف. كان الجاذبية تأتي من أعلى لا من الأرض. هذا المكان يتصرف بقواعد فيزيائية خاصة به. لا توجد قواعد، باختصار شديد يجب أن تعرف أكثر، لكن الوقت الآن لا يسمح إلا بأن تعود أدراجها. يكفي هذا، لقد جاملها الحظ أكثر من اللازم ولا يمكن أن تجازف أكثر. هكذا هرعت إلى الدرج من جديد. رباه لم تعرف من قبل أن قدميها من المكرونة المسلوقة وأن قلبها واهن بهذا الشكل. صعود الدرج متعب فعلا. تجتاز الفتحة في أرض القبو وتعيد غلق الباب السري. تهرع عبر القبو تلاحظ أشياء غريبة لم تلحظها من قبل، أشياء مرعبة، لكن لا وقت لأشرح لك. المهم الآن أن تخرج قبل أن تصعد الدرجات وتجتاز الباب الخشبي. لا تجزعي، لا تفقدي روعك،
يجب أن تعيدي المفاتيح للمطبخ ثم تجلسي في انتظار زوجك. أي زوجة صالحة لم تفتش قبل زوجها. المفاتيح أين هي؟ تركتها معلقة في الباب عندما دخلت، لكن أين هي؟ ثم أدركت أنها ليست وحدها. نظرت إلى الخلف فرأت حماها وزوجتها أليكسيس وأرتور وزوجها جاتس حتى ناتاليا. كانت هناك مضمدة الساق تستند على كتف أخيها وتتوكأ على عكاز من غصن شجرة. كلهم واقفون ينظرون إليها في صمت، حتى عيونهم كانت صامتة. متى عادوا؟ كيف لم تشعر بهم؟ كانت تتراجع بظهرها إلى الخلف وهي تدرك أنها قد فضحت. لا يوجد تفسير واضح سوى الفضول، وهم لن يصدقوا موضوع الفضول هذا. كان حموها ينظر إليها نظرة نارية ثابتة، الوجه الشاحب والعينان الغائرتان كأنما لا وجود لهما، العينان اللتان تختلسان النظر من وراء حاجبين كثيفين. أليكسيس هو الآخر، كان يعقد ساعديه على صدره ويرمقها، وسمت شبح ابتسامة خافتة على شفتي. وجاتس كان ينظر إليها في حيرة بينما ترمقها ناتاليا في توحش. قال هيلموتس بوليدس، كان علينا أن نتوقع هذا، عندما نغفل عن الثعلب يتسلل إلى الكرار. وقالت زوجته فانيا، حسبناك صرت منا، لكننا كنا مخطئين. لا تعرف كيف وجدت أليكسيس يقف خلفها ويلوي ذراعه، فنظرت مستغيثة إلى جاتس، لكنه تجاهل نظرتها كأنه يقول لها، هذا أقوى مني، أنا آسف. تساءل أليكسيس بصوت غليظ، إلى أين يا أبتي؟ قال بوليدس، غرفة الغسيل يا أليكسيس. وكانت هي تعرف تلك الغرفة الضيقة تشبه الزنزانة. سوف تكون لحظاتها قاسية هناك. لقد سقطت الأقنعة، وأهل بوليدس يعترفون أن لديهم سرا مروعا والسبب في سجنها. لابد أنها عرفت أكثر مما ينبغي، وهم يفترضون ذلك. يجب أن تعرف أكثر. هناك وجدت نفسها في الغرفة الرطبة المظلمة وسط أكوام الغسيل القذر وبرميل الماء وقطع الصابون وشمعة، وسمعت الباب يوصل بالمفتاح. جلست على كومة الغسيل وقررت أن تنتظر. لم يتأخر الاقتحام قليلا، عند الثانية بعد منتصف الليل نبح كلب، كلبان، ثم تحول الشارع إلى بؤرة جنون. كان الأهالي يحملون المشاعل ويوقدون النار ويقودون كلبين شرسين من مقودهما، والموكب يتقدمه فيكتور أليكسنس. وعلى باب الدار وقف الرجل الضخم من خلف أندري ومخلص وصاح مناديا، هيلموتس بالدس، بحق الرب اخرج وكلمنا. تأخر رد الفعل قليلا، ثم انفتح الباب وظهر أليكسيس وجواره أرتور. خلفهما رأى الرجال العجوز وناتاليا. كان منظر الرجال يثير الرعب في النفوس، لكن أليكسيس من الطراز الذي لا يخاف ولكن يغضب، كما قلت لك، لذا لوح بشيء في يده. كانت هذه بلطة، بلطة صغيرة الحجم لكنها فعالة، وقال، هذا حشد من 20 رجل يريد انتهاك حرمة دارنا. ولماذا؟ أنت تعرف يا فيكتورس أن أسرتنا لن تسمح لرجل غريب بأن يخطو دارها. قال فيكتورس، نحن لا نريد سوى إلقاء نظرة، علامات استفهام عديدة تدور حول هذا البيت كما تعلم، ونحن لن نسمح لأحد بالدخول. هنا دان الرجال أكثر، وبدا واضحا أنهم سيقتحمون المكان بقوة حرب العناد بين طرفين متصلب الرأس. طوح أليكسيس بالبلطة في الهواء ويصيح، يا حمقى، لا نريد قتلها على عتبة دارنا. لا نعرف ما حدث بالضبط، هذه أمور يصعب أن تصفها بدقة. يبدو أن البلطة هوت بشكل ما على رأس أحد الرجال الواقفين، وهو مخلص غالبا، وهكذا سقط ميتا. في اللحظة التالية دب الجنون في الواقفين الذين اشتعلت نفوسهم أصلا كالمشاعر التي يحملونها. تطيرت القبضات في الهواء، سقط الأب تحت الأقدام، دفع أحدهم الأم بعيدا، تلقى أرتور ضربة بالعصا على رأسه، واندفع الرجال داخل البيت يحطمون ويهشمون. وفي بعض الحجرات ألقى بعضهم المشاعر ليشعل المكان.
لم يكن هناك داعي سوى الحس الدرامي الذي يقتضي وجود نيران لتكتمل الصورة. كل منا يحمل في داخله مخرجا سينمائيا كما تعلم. جرى الرجال في كل مكان وبعثروا كل شيء. هتف أحدهم وهو يفتح باب غرفة صغيرة: هنا محراب، لكن ماذا يفعلون به؟ وألقى نظرة إلى الداخل فرأى ذلك الصليب الصغير الذي يشبه حرفة تي وهو مقلوب. خطر له أن هذا مكان يعبد فيه الشيطان، لكن الرجال دققوا أكثر، أدركوا أنه صليب عادي الشكل مصنوع من معدن براق. الصدأ غطى فرعه السفلي فجعله يبدو عندما تراه من الباب كأنه حرفة تي مقلوب. كان فيكتورس أليكسنس قد بدأ يشعر بالقلق. لا توجد علامات مشؤومة في هذا البيت، معنى هذا أن هذه المسبحة لم تكن ضرورية، لكنه لم يستبق شيئا. هم الذين بدأوا القتل. بعض الرجال نزلوا إلى القبو ثم عادوا قائلين أن هناك أجزاء من حيوانات ممزقة، نصوص ماشية. الأمر واضح، كان أليكسس وأرتورس يتزللان في الظلام إلى المزارع القريبة ليقتلوا خرافا أو عجولا صغيرة ثم يفرون بها. لابد أن هذا مصدر دخل الأسرة وطريقة للعيش، سرقة الماشية وتقطير الخمور. لا يوجد شيء آخر، لا شيء ولا حتى فئران. راح يفكر في عمق ثم تذكر. أين ذهب جاتس وأين امرأته الشابة سوزانكا؟ هي ليست منهم، ربما قتلوها أو عذبوها. هنا وجد أحدهم غرفة الغسيل، كان الباب مواربا. هكذا فتح الباب ودخل وهو يلوح بمشعله. فوجئ على الفور بجاتس يسيب عليه وهو يحمل حجرا صغيرا. صرخ الرجل: الغوص يا فيليس أباكوس كوكس. هرع فيليس إلى الغرفة وانقض على جاتس واستطاع أن يشل يده الممسكة بالحجر. وجه له عدة لكمات. في الواقع ثبته الرجلان إلى الجدار الرطب وراح يوجهان له ضربات متوالية. أما ما حدث بعد هذا فمشهد لا يمكن أن ينسى. لقد طار الرجل الأول ليضرب بالجدار وتهشم رأسه، أما الرجل الثاني فشعر بيد من حديد تمسك عنقه، ثم أدرك أن هناك من يدس رأسه في دلو ماء الغسيل المليء. حاول أن يشهق، أن يمتنع عن التنفس، أن يسعل، لا جدوى. كل المحاولات التنفسية فشلت، وبعد قليل همدت حركته. وعندما خرج سوزانكا إلى الرجال رسموا علامات الصليب وأدركوا أنهم يرون الشيطان ذاته. لشد ما تبدلت الحسناء، ولشد ما صارت مرعة، ولشد ما صارت قوية. لقد كانوا يتطايرون كأحجار الشطرنج، وعرف فيكتورس أليكسنس أن هذا هو مصاص الدماء الذي يبحثون عنه. لوح أحد الرجال بصليب خشبي في وجهها، لكنها مدت يدها إلى صدري فانتزعت قلبه بمخالبها. السذج الذين يصدقون القصص عن مصاص الدماء كاره السوم والماء النقي والضوء والصلبان. من يقول هذا لم يرى مصاص دماء فعلا. إلي يا رجال، لكنها كانت أسرع منهم، وكان الرجل يهوي عليها بالبلطة أو العصا فتقتنص يده كأنها صقر ينقض على أرنب ثم تهشمها قبل أن تغرس البلطة في جمجمته. ولا يعرف فيكتورس أليكسنس كيف فر إلى الباب بينما النار تتصاعد من عدة غرف في البيت. ومن خلفه هرع من بقي من رجاله وهم يهلولون ويصرخون. عملية حرق الساحرات متعثرة ولم تكن كما أرادوا. وقفت زوزانكا تلهث. لقد تم التحول بسرعة، كانت تعرف أنها ستتحول. لعله الغضب، لعله الخوف سبب هذا التحول السريع. الليلة الأولى عندما اجتازت الغابة عدة من عند ليلى، وعندما انقض عليها نافيلوف، وعندما عض عنقها، عرفت بعدها أنها لن تخاف من الظلام أبدا وأنها ستلحق به. أخبرها في الظلام بالسر. هي مش المفروض أولاد تانين هم اللي عضوها؟ أخبرها بأنها ستجد البيت المقصود. هناك علامات في هذا البيت، أسرة لا تزور ولا تزار، ولم يرهم أحد في الكنيسة، ولديهم الكثير من الأسرار. أسرة تحوم حولها علامات استفهام بصدد كونها مصاص الدماء. هذا كلام فارغ، هذه العلامات تذللك فقط على أن بيتهم مقام فوق فجوة. سوف يمهد لها الطريق قدرها. سوف تجد تلك الأسرة وهذا البيت. وفي تلك الليلة لم تسأل نفسها عن سبب تواجد جاتس في الغابة، لأنها كانت تعرف
لم تسأل نفسها عن الكيفية التي رأى بها في الظلام الدامس، ولا كيف سمع صرختها، لأنها كانت تعرف. لم تسأل نفسها عن القوة الكاسحة التي قهر بها شابين ضخمين، لأنها كانت تعرف. كل هذه علامات على أنها في الطريق الصحيح، يجب أن تدخل هذا البيت. والآن هي تحمل جاتس الذي فقد وعيه، تحمله كأنه طفل صغير رضيع، وتتقدم نحو القبر. تمشي فوق الدماء والجثث وأثار المعركة وتشم رائحة الحريق. ترى هل بقي شخص آخر حيا من أهل بوليدس؟ لا وقت لتعرف، لكنها لم تعد تخاف. القوى التي تسري في عروقها مذهلة، تهبط به إلى القبو وتهرع وسط أشلاء الحيوانات الممزقة، ثم تفتح الباب السري وتهبط إلى الدرج، إلى العالم الغريب حيث التوابيت المترصة المفتوحة، حيث تتحدى كل قوانين الفيزياء ويسقط السائل إلى أعلى، وترى الأشياء البعيدة عنك أقرب من سواها. هناك يمكنك أن ترى الأنين وتسمع الدم وتشم الضوء وتتذوق الألوان. يعني الحواس كلها متلخبطة. هذا هو المكان المختار، المكان الذي كلفت بأن تجده، والأسرة لم تدري قط أن هذا المكان العجيب يقع تحت قبو دارها، أو ربما عرفت لكنها حسبته يقود إلى كهف لا داعي لاستكشافه. هذا هو المكان المختار. هناك فتحات أخرى تحت بيوت أخرى، كلها تقود إلى هنا، وفي هذا المكان تبدأ مملكة مصاص الدماء، كائنات الليل الكابوسية. بدأ جاتس يفتح عينيه ويئن، نظرت إليه في رفق، لا تنكر أنها أحبته ومالت له كثيرا، برغم أن لقاءهما لم يكن سوى طريقة لدخولها هذا البيت. سوف يكون عليه أن ينضم إلى هذا العالم ويعيش بطريقتهم، وإلا فالبديل أن يصير هو وجبة لضيوف هذا الحفل. زوزانكا صاحبة العينين العميقتين، زوزانكا ذات القدمين الدقيقتين، زوزانكا تقف هناك في الضوء الخافت، تراقب التوابيت المفتوحة وتسمع صوت الخطوات القادمة من بعيد عبر أرجاء الكهف. الفجر قام وهم عائدون، سوف تراهم الآن. وكده بتكون انتهت القصة الأولى في رواية الهول دي. المرة الجاية بقى هنقول جزء تاني، استنوني. وياريت لو حد فهم، يعني أنا قريت القصة دي مرتين عشان نفهم من اللي عطاها ومنش عارف، فلو حد فهم ياريت يفهم. تذكر زوزانكا أن هناك مجموعة من المفاتيح في المطبخ معرفة.